السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. في البداية بننعي ضحايا كنيسة أبو سفين في إمبابة في الجيزة، وبندعو رب العالمين لأهالي الضحايا بالصبر والسلوان وإنه يشفي المصابين. أيضا النادي الأهلي نعى ضحايا كنيسة الشهيد أبو سفين، كابتن محمود الخطيب ورئيس النادي والسادة أعضاء مجلس إدارة وقطاعات النادي. ربنا يلهم زيهم الصبر والسلوان ويشفي المصابين في أقرب وقت، اللهم أمين. بالنسبة لتوفيق عكاشة، كل زي ما قلت لحضراتكم دعوات التصالح ما بين الكابتن محمود الخطيب ومرتضى منصور الفترة القادمة ستنطلق، ابتدت من عند الداعية مظهر شاهين على قناة الحدث اللي المستشار القانوني ليها محمود العسال هو المستشار القانوني لنادي الزمالك، مرورا بتوفيق عكاشة. وفي كل الحالات مرتضى منصور يطلع يقول لك ماليش دعوة، أنا معركتي مع الخطيب للنهاية، أنا مش هسيب الخطيب ولن أتنازل ولن أقبل إنه يتنازل وقراري لا رجعة. تفعك وش عكاشة طلع وقال أنا بعتذر للكابتن محمود الخطيب بالنيابة عن مرتضى منصور علشان الكابتن محمود الخطيب يتنازل. مرتضى منصور نزل من خلال صفحته على مواقع التواصل، صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، قال لك ايه؟ نفى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك علاقته بالاعتذار الذي تقدم به توفيق عكاشة الى محمود الخطيب رئيس الاهلي، واوضح مرتضى انه لم ولن يعتذر ولم يفوض اي شخص للاعتذار نيابة عنه، مشددا على انه مستمر في معركته القانونية مع الخطيب ولن يقبل أي تنازل منه، مؤكدا أن هذا قرار نهائي لا رجعة فيه. أولا توفيق عكاشة ما فيش حد مقرب من مرتضى منصور هيعمل كده من نفسه. توفيق عكاشة طبعا قلت لحضراتكم كان لسه ابن واخد براءة في قضية مخدرات، مرتضى منصور كان أو مكتب مرتضى منصور كان بيتولى الدفاع عنه، يعني طلع شكر مرتضى منصور وقال لك ما خدش مني مقابل ولا أتعاب ولا كلام من هذا القبيل، فكان نوع من انواع رد مرتضى منصور لا اوعى انا ما حدش مين عليا، فكرني بملك البترول في فيلم بتاع ستيفان روستي واسماعيل ياسين، وبيقول لك مش هسيبه، بيقول لك وسيحاسب المدعو توفيق عكاشه على هذا الاعتذار وتطفله واقحام نفسه للشهره والشو الاعلامي على حسابي بعد ان خفتت عنه الاضواء. يعني توفيق عكاشة صديقه الصدوق اللي كان طالع معاه وقاعد معاه وعامل مداخلة مع مجدي عبد الغني واللي كان بيظهر على قناته قناة الفراعين للساعة 3 بيقول لك أنا وصديقه، خلاص الراجل حاول يعمل خير، يعني توفيق من وجهة نظره يعني تقوم تشرده خالص كده وهحاسبه على تطفله وعايز يرجع، خلاص مفيش أي حاجة، أي واحد يعني يحاول ياخد لقطة أو يحاول يظهر تدوس عليه خالص مهما كان علاقتك. سبحانك يا رب. دراجونوفيتش المدير الفني لنادي الاتحاد المانشستر التونسي اللي ربما يواجه النادي الاهلي دور 32، عنده مباراه في دور ال 64 لو فاز بيها الذهاب والاياب هيقابل النادي الاهلي دور 32، يعني اتكلم عن النادي الاهلي وحاله النادي الاهلي وان النادي الاهلي نادي القرن في افريقيا واكبر نادي في افريقيا، وفي بطوله افريقيا الاخيره لم تتحقق للاهلي العداله في نهائي بسبب انه لعب المباراه على ارض المنافس، وكانت المفروض المباراه تقام على ارض دوله محايده، ولو حصلت مثلا زي تونس مثلا بلد محايده لطرفي النهائي كان الامر هيكون مختلف بالنسبه للنادي الاهلي. بالنسبه لافشه لاعب النادي الاهلي، افشه هيغيب عن الملاعب تقريبا حوالي مده شهرين علشان هيعمل عمليه جراحة الفتاة إن شاء الله. اللعيبة بقى يستغلوا الفترة، اللي عنده مشاكل، اللي عنده ساعين سمكة في رجليه، اللي عنده أي يعملها بقى عشان الموسم الجاي مفيش هزار ها، وبعد كده مفيش أعذار أساسا، فلان بيلعب عشان كان عنده إصابة، فلان تحامل على، لا يا سيدي ريح وعندك أي حاجة اعملها.
النهارده السيد مراد مدير تقنيه الفيديو بيتقدم باستقالته من الاتحاد المصري لكره القدم، من لجنه الحكام، وقدم الاتحاد المصري هذه الاستقاله اشبه بالاقاله زي ما اتكلمت مع حضراتكم بالامس. الراجل مارك كلاتنبرج جاي وعايز ينظف زي رابسو اللي كان في مدرسه المشاغبين ده، عينوه في هيئه البتاع التعليميه علشان ينظف يعني. فبدات بعصام عبد الفتاح لاختلاف وجهات النظر، والراجل جاي عايز يطبق وجهه نظره والتطوير، وعصام مش عايز يطور. عصام عبد الفتاح الوزير تدخل قال لك احنا جايبين الراجل بفلوس، سيبوا الراجل يشتغل. ها عصام عبد الفتاح مشي وقال لك ده انا كنت مقدم استقالتي من 15/6 واتكلمت مع حضراتكم وقلت في مداخله لي يوم 26/7 مع شوبير بيقول انا ما عنديش مشكله ان انا اكمل، بس نعرف اختصاصات كل واحد فيهم. يعني الرغبه موجوده، وتحديد اللي عاوز يبقى اللواء والتاني ملازم، والملازم عمره ما هيعدل على اللواء. فلما الملازم عدل على اللواء والوزير قال لك احنا دافعين، ده الكلام ده مداخله للوزير في الاذاعه، قال لك الراجل جاي وبياخد راتب مش صغير يعني، هيسيبوا الناس يشتغل، فيبقى هو اللي مسيطر على كل الامور يعني عشان يقدر يطور. بعد ازمه النادي الاهلي ومحمود عاشور، طبعا التحكيم والحكام كلهم قالوا ان هدف النادي الاهلي صحيح. طبعا طلع بعد ما استقال علشان يثبت وجهه نظره. هو لعلمك السيد مراد نفس فكره عصام عبد الفتاح. عصام عبد الفتاح قال لك انا لواء واللواء ما ينفعش ياخد تعليمات من ملازم، وانا محاضر دولي ومين مارك كلاتنبرج وكلام كتير. لما تشوف السيد مراد في الاستقاله اللي تقدم بيها الاتحاد المصري كانه بيتقدم لشغل، واحد بيقعد كانه بيقول لك انا غلطان يا اولاد الذين اشتغلت معاكم اساسا، انتوا مش عارفين انا مين، ده انا محاضر في بيقول لك ايه، تعال نشوف هو قايل ايه. قال لك ايه؟ السادة اعضاء مجلس اداره اتحاد مصر لكره القدم المحترمين، السيد المدير التنفيذي للاتحاد بيتكلم وليد العطار، تحيه اجلال واحترام، تشرفت بالعمل 11 عاما داخل لجنه الحكام الرئيسيه، 11 سنه وانتم مغلغلين، متقلدا عدة مناصب، عضو باللجنة الفنية ثم نائبا لرئيس اللجنة الفنية ثم مشرفا على لجنة تقنية الفيديو، بصفتي ابن من أبناء المنظومة تحت مظلة الاتحاد أتقدم لسيادتكم باستقالتي متمنيا للتحكيم المصري كل التقدم والتوفيق والازدهار، ويشرفني أن أكون مساندا وخادما للتحكيم المصري أينما كنت، وأتقبله سيادتكم وافر التقدير والاحترام، مقدمه لسيادتكم السيد مراد محمود. شوف بقى إيه السيد مراد محمود ده بتاريخ 14/8 اللي هي اليوم، قال لك ايه بقى؟ السيد المحاضر المعتمد من الفيفا في تقنية الفيديو، المحاضر بالاتحاد الافريقي لكرة القدم، المحاضر بالاتحاد شمال افريقيا، المراقب بالاتحاد الافريقي لكرة القدم، المحاضر بالاتحاد المصري لكرة القدم، المحاضر محاضر محاضر، ده عمل محاضرة للحكمات الأخ السيد مراد عشان صديقه عصام عبد الفتاح قال له تعالى اعمل محاضرة. احنا بنهزر، الراجل مارك كلاتنبرج من يومين اتخانق معاه، ها داس يقول لي انت تحكيم ايه وفار ايه، هو في فار؟ ها طلع بعد ما قدم استقالته مع ابراهيم فايق في الاذاعه بيقول لك هدف النادي الاهلي صحيح، بانتهى البجاعه. ده عمره هيعترف اللي بيقول لك السيد انا المحاضر فانا اللي ده استقاله يا عم مش طلب عمل عشان تعمل تقدم السي في بتاع، كان بيقول لك انا خساره فيكو، ده انا مؤهلاتي وانا خساره فيكو، ده ما بيعترفش بخطا، والتاني شايف نفسه، ده شايف نفسه، ده احنا كنا واقعين في شله ناس يا عم الحاج، الحمد لله رب العالمين يا عم خارج. والراجل ده شكله هينظف، والفار عنده مشاكل، ومش انا اللي بقول، عصام عبد الفتاح قال لك ان حكامنا مش متدربين بشكل كفايه على الفار، ويطلع واحد زي خالد الغندور يقول لك كسبنا بالفار. حتى الوزير بتاع النقل من يوم ما دخل كامل الوزير من يوم ما دخل الفار والاهلي ما كسبش، عايزين يكسبوا بطوله يكسروا الفار بقى. ادي وزير كامل الوزير، فيديو موجود ليه يعني. احمد الشيخ بيشتكي نادي بيراميدز، بيتقدم بشكوى للاتحاد المصري لكرة القدم، بيطلب مستحقاته من نادي بيراميدز الذي تعامل مع اللاعب، واتكلم من خلال الشكوى انه تعاملوا مع اللاعب بشكل غير جيد وكانه عبده، لكن في لوائح واللاعب بيطالب بحقوقه ومستحقاته لدى نادي بيراميدز، الى جانب ايضا انه هيطالب بتعويض عن الضرر اللي وقع على اللاعب.
خالد الغندور بيستعين بخالد حشو، قصدي خالد الـ خالد خالد اسمه ايه، خالد طلعت. خالد طلعت توبه توبه، انا سميه توبه، اللي كل شويه يقول لك انا توبت انا توبت انا توبت، دائما وابدا بيدعي، هو بيدعي جمهور نادي الزمالك، لان اساسا هو مهما عمل يقول لك انا اصلا محايد، جمهور النادي الاهلي مش حابه. بيقول لك ايه؟ جماهير الاهلي زعلانين مني قوي، وبيشوف بقى خد بالك هو بيقول ايه علشان يضرب ايه، مع ان جمهور النادي الاهلي زعلانين منك ولا حد يعرفك اهو، بيرد عليك وخلاص. بيقول لك انا لما اتكلمت عن الفار اكثر نجمه مشاهده وتعليقات على الفيديو، فانا كتبت له كم عدد منهم شتيمه يا خلوده، بس انت كلامك مش منطقي يعني. قال بيقول لك ايه، دخلت طلع جماهير الاهلي زعلانين مني قوي وبيهاجموني علشان قارنت بين زيزو ورونالدو وميسي، وقلت ان زيزو ساهم باهداف اكتر منهم في الدوري في موسم 2021 2022، وبيقولوا لي ازاي تقارن بين واحد بيلعب في مصر وواحد بيلعب في اوروبا، وهم كمجلس اداره هو بيقول بقى وهم الاهلاويات هنا شغل عك، هم كمجلس اداره، واولا مين اللي عاتبك على انك بتقارن بين زيزو وبين رونالدو من مجلس اداره النادي الاهلي علشان تقارن وتقول مجلس الاداره بيتباهى بقالهم 10 سنين، بيقول لك بيقارنوا نفسهم، بيقول لك ايه وهم كمجلس اداره واعلام وجماهير بقالهم 10 سنين بيقارنوا بين بطولات الاهلي وبطولات ريال مدريد، بيقولوا الاهلي متواجد بطولات قاريه اكثر من برشلونه وميلان وليفربول. كلام جميل، اولا هنا حقد واضح، وراجل هو بيحب الترند يعني. اولا لما تيجي تقارن لي لاعب ها بكريستيانو رونالدو يبقى انت بتهزر، وميسي يبقى انت بتهزر، مفيش فيها كلام. لكن انا كنادي ليه ما تقارنش، او ليه لما اقول الاهلي يتقارن بريال مدريد يبقى انا ما بهزرش؟ لان الاهلي لعب مع بطل اوروبا في بطوله واحده جمعتهم بطوله. النهارده كنت بقرا عن مباراه في افريقيا انتهت بنتيجه 180 هدف، في فرقه سجلت 180، مش مباراه رسميه، مباراه طبعا يعني في دوله ما قسم ثالث ولا بتاع تعتبر رسميه يعني، 180. هل الراجل النادي اللي سجل 180 مش في مثلا واحد سجل له بتاع 30 40 هدف؟ نقدر نقول ان معدل التهديف بتاع الراجل ده اعلى. لكن النادي الاهلي بقى، شوف خالد الغندور بيقول لك ايه، علشان يضرب قصه انت ما تقارنش نفسك بريال مدريد. لا، اقارن نفسي بريال مدريد، واقارن نفسي ببايرن ميونخ، واقارن نفسي ببرشلونه. انا لعبت في كاس عالم كان فيها دوري كاس عالم الانديه كان فيها برشلونه، انا لعبت في كاس عالم كان فيها اعتقد كان تشيلسي، لعبت في كاس عالم كان فيها بايرن ميونخ. ما قارنش نفسي ليه؟ حضرتك انا وانت بنلعب في فريق واحد، تقارن بيا ولا ما تقارنش بيك؟ حضرتك انا وانت جماعتنا بطوله واحده. حضرتك النهارده لو مصر خدت بطولات قاريه، لو خدنا مثلا كاس عالم، لان ولو رحنا كاس عالم ما ينفعش اقارن نفسي ببلجيكا، ما ينفعش ليه؟ ما في بطوله بتجمع هؤلاء مع بعض، فبالتالي لكن ايه العامل المشترك اللي بيجمع ما بين زيزو ورونالدو وميسي؟ ها؟ كل دول خدوا على الفرنس فوتبول، واللي خدوا الكره الذهبيه وخدوا زابيست، وخدوا زيزو خد ايه؟ ها؟ خد ايه يعني؟ خد مكافاه من المستشار مرتضى منصور؟ عيب يا جماعه، لاعب جيد زيزو ما فيش مشكله، لكن عيب انت ثم ايه علاقه ان انت بتقارن زيزو تدخله بالنادي الاهلي؟ خالد الغندور عشان يضرب لك بقى، لا ما ينفعش نادي يقارن بنادي اوروبي. قال لك ايه؟ خالد الغندور عبر فيسبوك قال لك ايه؟ بالنسبه لخالد طلعت المقارنه، لا مقارنات بين لاعب مصري ونادي مصري، بلاعب عالمي ونادي اوروبي، الفرق كبير في مستويات اللعب وامكانيات اللاعبين والدوري المحلي والدوريات الاوروبيه، وفرق كبير جدا بين بطولات اوروبا اللي بيلعب فيها افضل لاعبي افريقيا. لا لا لا، عشان يقول لك اوعى تقارن الاهلي، لا يا سيدي ده مش انا اللي قارنت والله. يا خالد يا طلعت، يا خالد الغندور، مش انا اللي قارنت، ده العالم كله بيقارن. ده نادي ميلان تنازل وغير شعار ناديه عام 2014 من النادي الاكثر تتويجا في العالم، كان حاطط على اللوجو بتاعه كده النادي الاكثر تتويجا بالعالم. النادي الاهلي لما سبقه في 2014 بالبطولات القاريه ها شال الاكثر، عباره الاكثر تتويجا في العالم. ها مدير التنظيمي اللي هو اميريتو جالالديني المدير التنفيذي لميلان، نائب رئيس رابطه الانديه الاوروبيه، هنأ النادي الاهلي
ها وقال لك بعد فوز النادي الاهلي بالسوبر في 2014 اهنئ الاهلي على تحقيق هذا الانجاز الكبير، وانا اعلم تماما قدر الاهلي ووزنه. ها سمعت يا عم الحاج ده؟ مش انا بقول لك بالاسم اللي هو في ذاك الوقت المدير التنظيمي، المدير التنظيمي لميلان الايطالي ونائب رئيس رابطه الانديه الاوروبيه امبريتو جانديني. امبريتو جانديني، اكتب كده امبريتو جانديني يهنئ النادي الاهلي ها على جوجل وانت تعرف. انا احنا ما منكرنش يعني النادي الاهلي ميلان كان الاكثر تتويجا في العالم، الاهلي لما بقى اصبح الاكثر تتويجا في العالم. ده القاب قاريه يا حبيبي، ده القاب قاريه يا بابا. انما تقول كده ايه علاقه اللعيبه بالانديه؟ لا في فرق شاسع ما بين. انا تاني بقول لك بطوله جمعتني مع الاخ مع نادي ريال مدريد، تقول لي لا ما تقارنش نفسك بريال. طب افرض لعبت ريال مدريد وكسبته، ها طب لعبت بايرن ميونخ وكسبت، لا ما تقارنش نفسك بيهم. يا جدع ما انا لعبت وش في وش اهو، لا ما تقارنش نفسك بيهم. شوف بقى بيقول ضرب لك ادي الاعلام يا عملك. نبيل ابو زيد وكيل لاعبين قال ان اعلن النهارده في الاذاعه ان النادي الاهلي حصل على توقيع اللاعب نجم فريق وادي دجله كريم الدبيس، ووقع معاه بصفه رسميه مع النادي الاهلي، وهيكون موجود مع النادي الاهلي بدايه من الموسم الجديد. في النهايه شكرا على حسن متابعه حضراتكم، ودمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.